يعني تلشي ما مكتوب نعم لا لا ما ممكن يبقى اسم خطا بطاقه ما في خطا انا سويته في الجديد ايوه بعدين فوق مو المفروض تكتب اسم انجلش ايوه مبروك انا سويته مثلا بعدين سويته كنسل البطاقه فاهم يعني مفروض الاسم مكتوب هو مكتوب رقم هوية حقه ايوه سوف جانب كنسل بعدين تعدل سويته كنسل نفس المشكلة دي حتى لو سويت استبدال نفس الرقم هذا لازم إدارة طيب اسمه ولا حاجة لازم يميل طيب انت خلص بصراحة بعدين فعلا طيب I'm going to go to the hospital.
That's it.
اقول اسم واحد رجال انا السيستم عندي ما يقبل رجال بس حاليا يصيب اربع مرات في اليوم يقول ابشر ابشر نفس الرقم هي قامتها ماسكه عطيه في الاسم على قامتها طيب يا سمير يا اول مره
ايوه هذا كيف هذا هو تسر
شاب ما في طريقه تشتغل صح؟ يعني انا بشتغل فيها ما في ايوه تحط الفلوس وتحول من بين اسمها تحويله ثلاثه لما نعمل احنا الحين نسوي لكم ملف انا هسوي لكم ملف بيان الجواهر جاي ناخذ الدول الثانيه بعد ما تكون الدكتور على المنظر وتحمل التطبيق في هناك منظر زينا اعلن التطبيق وحول التطبيق للمقاعد لا هناك توحيد هو هناك المنطقه ايوه احنا الحين نسوي لكم ملف وناخذ منك المبلغ حق هذا 350 ريال عشان ندفع لك الايجار في الحاجه تروح عند الصراف في منظر زينا حيوريك كيف الطريقه تركبها ورسومها قال لا 15 تمام بس هنا بتبدا تكون جوالك كلمني من بدري عندك بدري اليوم بعدين مرة فطرت ولا لسه؟ فطرت ولا لسه؟ فطرت ولا لسه؟ ايوه الحمد لله خلاص عشان باقي شوية سوى هذا خلاص جيبوا هذا عادي ما مشكلة لا لقينا pendele berkonsep Thank you.
Thank you.